사람한다. أوه يا سيدتي العزيزة، هل من شيء يزعجك؟ أنا سئمت إخفاقاتكما، أنتما موظفان ثمينان وفاشلان وغير كفؤين. حسناً، قد يكون هو ثمينا لكنني لست كذلك. أسكت، ذلك الوحش الأصفر الغبي أفسد لي مخططاتي ومشاريعي كلها طوال الأشهر السابقة. لكننا اقتربنا جداً من الإمساك به يا سيدتي. هل قلت شيئاً خاطئاً؟ أنا يجب أن أقفل فمي الآن، صحيح؟ قررت استخدام الصياد الأشهر الذي عرفه العالم، أرسله إلي في الحال. دعاني أعرفكما إلى باكالايف، الصياد باكالايف. أوه، ما هذه الرائحة؟ ليست رائحتي. هذه هي صديقي رائحة النجاح الحلوة، من الأفضل أن تعتاداها. هكتر، لقد عدت. أتحتاجين إلى المساعدة لترتيب الأشياء عمتي؟ هكتر هنا للمساعدة. لا بأس، سأهتم أنا بالأمر، لكن عندي شيء لك. والآن أين وضعت ذلك الشيء؟ يا عزيزي هكتر، آمل ألا أكون قد أوقعته في مكان ما. توقفي عن البحث عنه عمتي ديان، لقد وجدته. إنها النسخة الأخيرة من كروزام. مؤكد أنك ترغب في قراءتها حالاً. لقد اخترت الرجل المناسب للمهمة يا سيدتي، سأجد لك ذلك الوحش المزعج قريباً، سوف أكسر الأرقام القياسية بهذه المهمة. من الآن ستنفذان ما يطلبه السيد باكالايف، ستأخذان الأوامر منه. لكن عادة أنا هو. هل لديك أي اعتراض على ذلك يا عزيز الصغير بلو برينت؟ لا. ممتاز، حسناً، أنا سريع وتصعب مجاراتي، لذا سرعا خطواتكما ولا تتباطأ. سوف ينفذان كل أوامرك. اسمع يا هذا، تبدو لي حقا طاهيا بارعا، هل لا تعد لي كوبا من الشاي؟ مدهش، هذا رائع، كروزام هو الأفضل. هيا مرسو، أعده إلي. مرسو لا. حسناً. حسناً، أنت تربح. الأمر أنك أكلت لي نصف كتاب الرياضيات هذا الصباح، ولا أريد أن يحصل الشيء نفسه لكروزام. إنه كروزام، ابن الغابة، البطل الأقوى المفضل عندي. لطالما حلمت بالتأرجح من شجرة إلى شجرة أخرى مثله تماماً، لكن لا يستطيع الكل التأرجح في الهواء مثله. حسناً، فهمت يا مرسو، أنت تريد أن نلعب. انتظر. هل أنتما بخير؟ آمل ألا أكون أقود بسرعة كبيرة. عندي لك سؤال بسيط واحد يا سيد باكالايف، مع أن الجواب واضح. هل استحممت مؤخراً؟ استحممت؟ ولم الاستحمام؟ تماماً كما توقعت مسبقاً. رمل متحرك. لا تخف أيها الأبلة، فأنا أعرف بالومبيا كرائحة يدي تماماً. اسمع، أنا لست خائفاً أبداً. يا للهول، لقد لمسته بأنفي. ماذا سنفعل الآن؟ سنتوقف هنا الآن. وفقاً لحدسي كصياد، هنا سننجز المهمة. بدلتي الأنيقة، مصنوعة من القماش الإيطالي المستورد ومصممة على يد ليلي تشيتشيني بنفسها. هذا رائع، هكذا سوف تختلط مع المكان. لكنني لا أرغب بذلك، ولا أريد أن أختلط والمكان هنا. قبل أن تبدأ العمل، بلو برينت، هلا تغلي بعض الماء يا صديقي؟ وأنت الحق بي، قد تتعلم شيئاً أو اثنين يا فتى.
أنا لست فتى. هذا حقا لطف منك أن تعلمني كيف أنتقل من شجرة إلى أخرى، لكن هل نبدأ من ارتفاع أقل؟ أظن أن دوركم قد حان. حسنا يا مرسو، ها أنا ذا. أنا بخير مرسو. حسناً، ما زلت قطعة واحدة بفضلك أنت. مرسو، لست واثقاً من أنني أريد الصعود من جديد. سنحاول لاحقاً، لاحقاً جداً. علينا التوقف فعلاً لاحتساء الشاي. احتساء الشاي هو جزء من أسلوب الحياة الصحية، لهذا أنا أبرع دائماً في عملي. سواء كنت بارعاً أم لا، أنا لست خادمك هنا وأرفض أن أعد لك الشاي طوال الوقت. هذا الرجل غريب الأطوار فعلاً. هنا تماماً سننصب الفخ، عندي حاسة سادسة بخصوص هذه الأمور. لكن لا يوجد شيء هنا، صدقني. آخر ما سمعت، أنا هو الصياد الخبير هنا يا صديقاي، لذا حين أقول لكما أن تنصبا الفخ هنا تفعلان هذا. واو، انظر إلى هذا. ما هذا الشيء الغريب؟ شطيرة الطن مع كثير من المايونيز، أنا أبحث عنها منذ شهر. أظن أنني سأتقيأ بسببك. دعني وشأني يا مرسو، أنا لست على ما يرام. أترى لست معتادًا التنقل على الأشجار بهذا الشكل. لا جدوى يا مرسو. أنا لست كروزام وأنا لست مثلك أنت. من غير المفيد فعل هذه الأشياء. آسف يا مرسو، أريد أن أكون بمفردي. هكتور، ألا تريد أن تلعب مع مرسو؟ أنت لست طبيعياً يا هكتور، ما الذي يجري؟ يمكنك أن تخبر عمتك ديان. لقد وقعت عن الشجرة عمتي. عن الشجرة؟ ماذا كنت تفعل على الشجرة؟ كنت أحاول التنقل من شجرة إلى أخرى مثل كروزام. لكن هذا الفعل خطير جداً. ليس مع مرسو، المشكلة أنني عرفت مسبقاً أنني سأقع يا عمتي، لن أتمكن أبداً من فعلها. اسمعني يا هكتور، من الفشل تعلم أن تبذل جهداً أكبر، أو على الأقل ابدأ من ارتفاع أقل، ربما بضعة أمتار من الأرض. أتظنين؟ حين تقع عن حصان عليك أن تعود وتركبه في الحال. حسناً، حسب الوضع، إذا أذيت نفسك كثيراً عليك على الأرجح أن تنتظر حتى يوم غد. متعا أعينكما بهذا يا صديقاي، والآن انظرا جيداً إلى ما أدعوه بباقة من السمك. اصطدتها من النهر بيدي الاثنتين فقط، إنها شهية صحيح؟ أؤكد لكما أن هذا السمك سيجذب مارسو إلى هذا الفخ. لكنك لم تقل شيئاً جديداً، إنها لفكرة بسيطة. لكن هنا تكمن العبقرية، واضح أن هذا شيء لا يفهمه إلا الصياد المحترف. بدل أن تنتقدني، لما لا تذهب وتغلي بعض الماء من أجل الشاي؟ وأنت ابقى مستعداً، سأعود بعد قليل. سمعت ما قالته سيدتي، علينا العمل معه، لذا لا تفقد صوابك. حسناً، أنا لن أفقد صوابي. هم.
الآن علينا أن نجلس هنا وننتظر. ننتظر ماذا؟ ليقع الوحش الأصفر في الفخ. أنا أشعر بذلك. المسألة الآن مسألة دقائق، لذا فلتلزم الهدوء الآن ولا تتحرك. ها؟ أوبا أوبا. ليس الآن مارسو، لاحقا في الغد ربما. أوبا. مهلا لا قاربي، إنه هاش بوبو. بوبو بوبو بوبو. بالطبع مظلة. مارسو، سأصنع لي مظلة عندها ستعلمني كيف أقفز من شجرة إلى أخرى. هلا نذهب الآن؟ فرجلاي تؤلمانني جدا. لا لا ولا، سنبقى هنا من دون حراك. يحصل هذا لأبرز الصيادين. أنا لا أشعر بشيء إلا بنمل النار. لن أفقد صوابي. هو لن يأتي. ما الذي يفعله؟ إنه يخرب خطتي الرائعة بفعله. إنه محق، هذا ليس فخ لمارسو بل هو فخ لنا ونحن هم الطعم. اسمعاني، أتريدانني أن أتصل بالأنسة ديفورت؟ لا، الأنسة ديفورت منشغلة جدا ولا نريد أن نزعجها بمشاكلنا الصغيرة. انتظرا قليلا، خطرت لي فكرة الآن للفخ. أنا لم أشعر بالإذلال هكذا من قبل طوال سنين حياتي. حسناً، الآن تصرفا وكأنكما تشبهان ذلك الوحش، وادعيا أنكما تحتاجان إلى المساعدة. واحد، اثنان، ثلاثة، هوبا! 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 هذا الصوت لا يبدو حقيقياً. ما هذا الصوت الرفيع لديك؟ وأنت أيها السمين، ما الذي تنتظره؟ إنه الفخ! الشبكة! الشبكة! ارمي الشبكة! أحتاج إلى ورقة أخيرة يا مارسو، ولتكن كبيرة. أوبا. لا يا مارسو، تلك ورقة صغيرة، أحتاج إلى واحدة كبيرة. أوبا. إذن أوبا. هذه الورقة ممتازة. رائع يا مارسو، سأصنع لنفسي مظلة رائعة جدا. أوبا. مبتدئ، أنت لا تعرف شيئاً. لا أصدق، قليل من الاحترام لو سمحت. لو أنني لم أرمي الشبكة لكان ذلك الفهد التهمكما. لم أعتقد أنني سأقول هذا في يوم من الأيام، لكن ستروي محق في عدم أهليتك كريهة مثل رائحتك الطاردة للبشر. أوه، هذا غير معقول. أتجرؤان على التمرد ضدي؟ بالتأكيد. تراجع وراقب الخبراء يتصرفون، سنريك كيف سنمسك بالمدعو مارسو. أوه حسناً، أول ما يمسك بذلك الوحش يحصل على لقب الصياد الأشهر في العالم، مع أن الجميع متأكد من أنه هو أنا. أنا سوف أسحقك. وهناك شيء آخر بعد. هذا سيفيدك جداً، إلا إذا أردت أن تخيف كل الحيوانات في الغابة وتجعلها تهرب منك. رائحتك كريهة، يمكنك الاحتفاظ بما تبقى من العطر كذكرى منا، استخدمه بانتظام. وفي حالتك لما لا تقوم أيضا بغسل أسنانك الكريهة به.
سيعرف هذان المهرجان من هو الصياد الأشهر في العالم بأسره. أتشو! باك ألايف! أيها البطل! أنت عبقري حقاً! أنا أتنفس مجدداً. الرائحة باتت أجمل مع ابتعادنا الآن عنه، أليس كذلك؟ أشعر بأنني حر، أشعر بالوحي وحتى بالبهجة. أين باكالايف؟ هل أمسكتم بالوحش الأصفر؟ سألتك أين باكالايف؟ حسناً، كدنا نفعل. باكالايف ليس هنا في الوقت الراهن، إنه يطارد الوحش. هذا مدهش، باكالايف ذاك رائع فعلاً. آمل أنكما لا تتذمران أمامه، لأنه إذا فعلتما سأرسلكما إلى مناجم النحاس إلى الحفر. لا خيار الآن أمامنا، علينا إيجاد المدعوم أرسو قبله. قضي علينا. سأمسك بالمدعوم مرسو هذا. أعطاني هذان الغبيان الفكرة الأفضل للإيقاع به. لن ننجح أبداً. أوه، ليس من السهل وضع خطط جديدة. سبق وجربنا كل شيء. كانت الأنسة ديفورت محقة. لا فائدة منا نحن الاثنين فيما يتعلق بالإمساك بمرسو. أجل مرسو، سأفعل سأفعل. ماذا هناك؟ مرسو انتظرني. ماذا أفعل الآن؟ أنا أمسكت به. أصدق هذا، أمسكت بمرسو وأخيراً أمسكت به. هذا أفضل يوم في حياتي. مرسو، هيا فلتحاول الخروج أيها الوحش، لكنني سبق وأخبرتك هذا القفص مصنوع من الحديد، لن تستطيع الخروج إلا بهذا، وهو معي وليس معك أنت. والآن الخطوة التالية لحظة المجد. لا مرسو. هذه هي خطتك؟ بالطبع، الرمل المتحرك، لم نجربه من قبل. أولاً نمسك بصغاره ونضعهم على الرمل المتحرك، وبعدها حين يظهر ليخلصهم يقع في الرمل المتحرك فنمسك به عندها. أتريد أن تمسك بصغار المرسو يا صديقي؟ أجل، لا محال. لكن إنه أنا لا أصدق هذا. إنه مرسو بشحمه ولحمه. ما رأيكما يا صديقاي؟ هل تشتمانها الآن؟ إنها رائحة نجاح جميلة. سأترككما الآن، إلى اللقاء. إن هذا لكابوس، الآنسة ديفورد ستطردنا. هذه المرة أنا سأقضي عليه. مرسو، سأقضي
سبق وقلت لك الرمل المتحرك فكرة رائعة. لم نحتاج حتى إلى الإمساك بأطفاله الصغار أو حتى إلى إزعاج أنفسنا. صحيح، لكن كيف سنخرجه من هناك؟ الرمل المتحرك في كل مكان. حسناً، من يبالي؟ ها قد اختفى المدعوم أرسو إلى الأبد. لا يهم، والآن فلنشاهد. ألديك بعض الفشار؟ أو لا، مرسو، هل ستتركني هذه الشجرة أم ماذا؟ المفتاح، لكن كيف سأحصل عليه؟ واو هكتور، ليس أمامك خيار آخر. تحرك الآن أو أبداً. من أين جاء هذا؟ مفتاحي، أعد لي مفتاحي أيها المزعج. أسرع مرسو، اهدأ، أنا أيضا سعيد برؤيتك، لكن علينا أن نرحل من هنا. ها هو إذن. بالفعل، لقد ارتفع عاليا جدا، ذلك الصياد الأفضل في العالم. انزلاني من هنا. حسنا، أنت طلبت هذا. ألديك بعض الفشار؟ لا تجلسا هناك مكتوفي الأيدي أيها المزعجان، أخرجاني من هنا. ما هي الكلمة السحرية؟ إذا أردت رأيي الخاص، ما يجعله لئيما هكذا هي رائحة الفشل. أرجوكما الآن، أنا أغرق. من هما الصيادان الأشهر في العالم؟ من هما الرقم واحد؟ أنتما. أنا لم أسمع جيدا ما قلته للتو. عليك أن تقول هذا عبر مكبر الصوت هنا. أنتما رقم واحد، أنتما الأفضل. هل تسكت؟ ما عدت أريد سماع شيء. مجددا أنا محاطة بالفاشلين وغير الكفؤين. أؤكد أن هذا كان صحيحاً. قفزت من شجرة إلى أخرى ولم أشعر حتى بالخوف عندها. في هذه الحال يا هكتر، عندي شيء جديد لك. كتاب كروزام الهزلي. مدهش ما قد تجده في هذا النهر يا عزيزي. شكراً لك يا عمتي. عمتي ديان، سأذهب للتأرجح قليلاً، فنحن المغامرون لا نستطيع مقاومة نداء الطبيعة لنا.